القفز فوق العجول أهم مناسبة تعتبر عن قبائل الهمر اللي إحنا عندهم حالياً. راح نشوف الطقوس والتقاليد والطريقة اللي بتنعمل فيها. البنات كلهم عم بركضوا لأنه الشباب اللي بدهم يضربوهم وصلوا. هاي جايين من فوق. البنت عم تترجى الشاب إنه يضربها وينزل الدم من ظهرها. الهمر هي القبيلة الوحيدة في كل وادي أومو اللي عندها طقس اللي يسمى القفز فوق العجول. الطفل لما بده يتحول من مرحلة الطفولة إلى الرجولة لازم يقوم بالطقس هذا. على هذا الطقس بتشارك فيه كل القبيلة، بل أكثر من هيك بيجوا من المنطقة المجاورة. هذا أهم طقس الزواج. أهم طقس عند الهمر هو القفز فوق العجول. هلأ من ضمن الطقوس عند المرأة الحمراء في لحظة الاحتفال في البولشامبيك، النساء بتلبس خلاخيل أساس تعمل أصوات، ما عندهم معدات موسيقية وأدوات، فالخلاخيل من الأدوات الموسيقية اللي بتعمل الأصوات لما ينطوا ويرقصوا. هلأ لما المرأة الحمراء بدها أو البنت الحمراء بدها تروح تشرب مي، في معتقدهم لازم تفك الخلخال اللي لابسته، تفك الحبل وتشيله. بعد ما تخلص شرب ترجع تربطه ترجع بتكمل رأيس. هلا في له سبب هذا الحكي. السبب باعتقادهم انه اذا شربت المي وهي لابسه الخلخال بعد ما تروح ترجع ترقص مره ثانيه الخلخال راح يفقد صوته. الكل مشارك بهذا الاحتفال، بيجتمعوا كل بنات القبيله، كل شباب القبيله بيلبسوا احسن ما عندهم، والبنات جزء المشارك الاكبر لهم لانه عم بنضربوا علشان وعم بينزل دم من ظهرهم. انا شبهتها بالزواج، يعني زي اللي بده يزوج ابنه. حتى كل شوي اقول العريس، يعني اتلخبط واقول العريس، هو مش العريس، يعني هو لساته ولد، هذا بده يصير رجال. واصلا لا يحق للولد انه يتزوج اذا ما مارس طقس اللي هو القفز فوق العجول ونجح فيه. اذا ما نجحش فيه بده يستنى للموسم القادم. مش مفروض انها تبدي اي نوع انها توجعت او تألمت ترجع تطلب منه مره ثانيه انه يضربها. بس المشكله كثير بنات وهدول اللي عم بضربوا اربعه خمسه ملحقين عليهم. الشباب اللي بيضربوا مش اي واحد بالقبيله بحق له انه يمسك العصا يضرب البنات. هذول الشباب اللي بيكونوا عاملين القفز فوق العجول من فتره بسيطه هم هذول اللي بحق لهم يضربوا البنات. بنات القبيله والشاب اللي بيضرب فوق العجول هذول بنات قبيلته، فبطلبوا من الشباب يضربوهم وينزل دمهم حتى يحمسوه ويورجوه قديش هم مؤازرين لإله. وبدون ما ترمش عينيهم للبنات انه هذه البنت قويه، اوكي تصلح انها تكون زوجه لإلي. كنت أشوف البنات يمسكوا العصي ويركضوا ورا الشباب يترجوهم ويتخانقوا مع بعض البنات، يطلبوا من الشباب أنهم يضربوهم ويتخانقوا مع بعض، لا أضربني أنا أول، لا أضربني أنا أول. والضرب يعني ضرب مبرح، أنه كانت يمزع الظهر من ظهر البنت، ينمزع من الخلف وينزل دم، وحتى من كثر ما تنضرب البنت تكون ظهرها مزع. حتى كنت ألاحظ أن البنات بدهنوا ظهرهم بالزبدة، زبدة البقرة، على أساس لما تنضرب يعني تلسع أكثر وتعلم أكثر. يعني منظر مزعج كان. هلأ القفز فوق العجول ما بيتم إلا إذا توفرت ثلاث عوامل، واحد منها فقد العوامل هذه إما يلغى أو يؤجل القفز فوق العجول. العامل الأول، كل طفل يولد الأب بيسمي عجل باسمه، والعجل هذا لازم يكون موجود يوم ما يقفز الشاب على العجول. رقم اثنين، الشباب اللي بدهم يضربوا البنات لازم يكونوا موجودين، اللي هم قفزوا قبله ونجحوا أصبحوا رجال. رقم ثلاثة، في نقطة معينة موجودة في الجبال فيها نوعين من الصخر، لازم يجيبوا الصخرتين هذول عشان يلونوا الشباب اللي بدهم يضربوا البنات. العملية اللي بنشوفها هلا، الشباب اللي قفزوا فوق العجول قبل بأسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين هم اللي بيسبقوا حاله. عملية تشميلية، بيجيبوا نوعين من الحجر بيضلهم يحكوا فيه مع شوية ماء لحد ما يطلع اللون منه وبدهنوا فيه وجوههم. القصد منها بس انهم يجملوا حالهم ويتميزوا عن باقي الشباب انه هم هذول حيضربوا البنات. هلا عم ينتقلوا للموقع الثاني اللي بيجمعوا فيه العجول وبتتم عملية القفز هناك. الأب بيكون له الدور الأكبر لأنه هو بده يتكفل في المعازيم قبل بثلاث أيام من القفز وبعد بثلاث أيام.
بدهم يجوا من القرى المجاورة والمناطق المحيطة، وبده يطعميهم وبده يشربهم وبده ينيمهم. وثلاث أيام بعد ما تتم عملية القفز ينجح الرجل أو الشاب. كل كمية العجول اللي شايفينها قدامنا هذه لأبوه للولد اللي بده يعمل فول جامبينج. طبعا مش كلها حينط عليها الولد، حينط على 8 9 10 6 7 حسب ما بيختاروا له، بس بيجيبها كلها عشان للوجهها قدام اهل مرته وقدام اهله وقدام الناس اللي موجودين. هلا النساء قبيلته لهم دورهم انهم يأزروه وينضربوا وينزل دمهم علشانه. اذا فشل في القفز حيبقى ولد. البنات القبيلة اللي انضربوا ونزل دمهم بدهم يستدوا منه، وفي دورهم هم بدهم يمسكوا العصي ويضربوه لحد ما ينزل دمه. يعني احنا انضربنا علشانك، انت خذلتنا تعاقب. هيك بيكون نجح بالعملية. اللحظة اللي بتمم فيها الشاب القفز بنجاح يستقبلوه أصحابه، بيقطعوا الحبل اللي حاطينه على صدره. هذا الحبل بحطوا له اياه قبل القفز عشان يعطيله حظ. هلا هم بوجهة نظرهم بلبسوه الجلد بضموا له شعره، هذه علامات انه نجح. هلا اهل ابوه بسبوهم على القريه، هاي شايفينهم كلهم عم بيطلعوا، بضل اهل امه هم اللي بدهم ياخذوه، يعني زي زفه بيعملوا له لحد ما يوصلوا للقريه.